دخلتي كانت عن انه التعريف او المفاهيم الخاصه بالنوع الاجتماعي لازم تكون واضحه للمجتمعات، واضحه لكل فئات المجتمع عشان يتقبلوا الرسائل اللي احنا بنقدمها. لانه لما تبقى المفاهيم واضحه بالتالي التحركات بتاعتنا هتبقى مفهومه. فلو احنا احسننا تقديم الرسائل هيتم التعامل مع القضايا بتاعه المراه بشكل صحيح، هيتم يكون في دعم مجتمعي للقضايا بتاعتنا، وبالتالي هنقدر نكسب الارضيه اللي هم مش هيبقى متخيلين ان احنا كنساء جايين ناخد الارض من الرجال. لا بالعكس، احنا داعمين ليهم وداعمين للعداله وداعمين للمجتمع. الجزء الثاني كان عن توحيد الرسائل اللي بتقدم عشان نبقى كلنا بنتكلم من وجهة نظر موحدة، فبالتالي يبقى المفاهيم واحدة في كل المجتمعات العربية، والتحالفات اللي تطلع بتبقى بتتكلم بمنهجية واحدة أو بتشتغل بمنهجية واحدة، بتوجه رسائل موحدة للمجتمعات بتاعتها، فبتبقى النتائج في الآخر هي نتائج واحدة. إحنا مش بنتكلم على تغيير أنظمة أو تغيير، إحنا بنتكلم على تغيير ثقافة مجتمعية هي اللي تنتج هذه الأنظمة، فبالتالي ساعتها هنقدر نغير فعلا من المستقبل المجتمعات بتاعتنا، وبالتالي هنغير من المستقبل اللي احنا بنحلم بيه فعلا لأولادنا ولأحفادنا وللأجيال الموجودة دلوقتي.